العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. حوض النيل معضلة السد الإثيوبي، أديس أبابا تدعو لإنهاء المفاوضات. المبعوث الأمريكي يبدأ جولة في القرن الإفريقي ووفد من الكونغرس الأمريكي في السودان. أفغانستان بوادر الفراغ الأمني، القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة نيو أنتونيك في هلمند. طالبان تشن هجوما على المحافظة، كابول ترد بضربات جوية وتنشر قوات خاصة على الأرض. اليمن معارك مستمرة، واشنطن تدعو لوقف القتال في مأرب. التحالف السعودي الإماراتي يشن غارات على مواقع الحوثيين، والأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين تجاوز 4 ملايين. أهلا بكم. البداية من تطورات سد النهضة، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيبدأ جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان في ظل الخلاف المتصاعد بشأن الملء الثاني لسد النهضة. ويتزامن ذلك مع تقديم أديس أبابا شكوى إلى مجلس الأمن داعية إلى إنهاء المفاوضات الثلاثية مع القاهرة والخرطوم وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ. ماضية في جدولها لملء سدها للمرة الثانية، إثيوبيا تصعد غير آبهة برفض شريكتيها في مياه النيل. وسط تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات، واشنطن تكثف من تحركاتها لحل الأزمة المائية. الخارجية الأمريكية تعلن بدء مبعوثها إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان جولة تشمل أطراف النزاع الثلاث، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي يضم عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريستوفر فان هولن إلى السودان. مطار الخرطوم يضج بالزيارات الدولية، آخرها قدوم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في زيارة تستمر ليومين. أفورقي يجري مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، متهمة القاهرة والخرطوم بتوقيع اتفاقية عسكرية ثنائية تتجاوز التهديد بالحرب. أديس أبابا تشتكي إلى مجلس الأمن وتدعو لإنهاء التفاوض. تريدان تعطيل المفاوضات لتدويل ملف سد النهضة. تهاجم إثيوبيا جارتيها في شكواها وتقول إن التصرفات السودانية والمصرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار على حد تعبيرها. مصر من جهتها كشفت عن خططها للتصدي للتعبئة الإثيوبية الثانية. وزارة الري تؤكد أنها على أتم الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة من خلال إدارة منظومة مائية قوية. أما السودان فيعتبر الملأ الثاني مسألة تمس الأمن القومي ويطالب باتفاق قبل التعبئة الثانية للسد. منذ أن وضعت أديس أبابا أول حجر أساس لسد النهضة عام 2011، وباب الخلاف بينها وبين القاهرة والخرطوم لم يغلق، ولربما تفلح الجهود الإفريقية والدولية في التوصل لتوافق عجزت عنه سنوات التفاوض الطويلة. أوضح السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن زيارة الوفد الأمريكي للسودان جاءت بهدف بحث عدد من القضايا أبرزها ملف سد النهضة، وذلك من خلال لقاء المسؤولين في الحكومة السودانية والتعرف عن قرب على النقاط التي يمكن أن تساعد في حل الأزمة. نحن متفائلون بشأن المستقبل. لقد اتخذ وزير المالية عددا من القرارات الاقتصادية البناءة، وأتطلع قدما لاجتماعاتنا المقبلة والتي تشمل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والفريق البرهان بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني. أنا ممتن للطريقة التي ساهم وساند بها الوجود الأمريكي هنا في الخرطوم السودانيين في حراكهم المتقدم نحو الأمن والسلام.
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم إن الولايات المتحدة جددت اعترافها بحدود السودان الدولية المرسمة مع إثيوبيا بموجب الاتفاقيات التاريخية. وأكد جبريل أن الوفد الأمريكي الذي يزور الخرطوم سيتوجه إلى كل من الإمارات وإثيوبيا، وأن لديه دورا مهما بشأن سد النهضة وملف الحدود بين السودان وإثيوبيا. يأون من إثيوبيا، من اليونايتد عرب إمارات اللي هو من الإمارات العربية، وبرضو عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سد النهضة، المسألة بتاع الحدود، وأكدوا لنا أن الحدود هم على الحدود الدولية المعترف بها. فأنا أفتكر أنه الزيارة موفقة جدا أنه يكونوا معنا في هذا الوقت، وهم داعمين جدا للسودان في مؤتمر باريس القادم، وفي إزالة متأخرات صندوق النقد الدولي على السودان. وفي السودان أيضا انطلقت اليوم المباحثات المشتركة بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور البلاد. وقالت مصادر رسمية للعربي أن أفورقي يقود مبادرة للوساطة بين السودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة وتوترات الحدود. وتأتي هذه الزيارة في ظل تعقيدات تشهدها علاقة السودان بإثيوبيا على ضوء إصرار إثيوبي بالشروع في ملء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان. من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. شيبة، بالنسبة لقرار أو دعوة إثيوبيا بتعليق المفاوضات الثلاثية بشأن ملء السد، هل من تعليق سوداني على هذه الدعوة؟ نعم، بالنسبة للسودان حتى الآن لا يمكن الحديث عن تعليق مباشر على هذه الخطوة، ولكن السودان من البداية كان يرحب بمبدأ الحوار ويعتقد أنه هو الوسيلة التي ربما تقود إلى حل ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة. ولذلك هنالك مبادرة سياسية تقودها الآن وزيرة الخارجية، تقوم من خلالها بعدد من الجولات في العواصم الإفريقية لتبيين موقف السودان حيال قضية سد النهضة وتوضيح ما يقوم به الجانب الإثيوبي بحسب وجهة النظر السودانية الذي قد يضر السودان. وآخر تصريح كان لوزيرة الخارجية أن الأمر يتعلق بحياة السودانيين وهو يتعلق بالأمن القومي للبلاد. إذن الأمر بالنسبة للسودان غير قابل لأن يكون فيه نقاش يقود إلى أي مخاطر أو أضرار تصيب السودان في منشآته المائية أو حتى حياة مواطنيه. وبحسب تصريح سابق لوزير الري أشار إلى أن حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل هي مهددة جراء أي خطوة تقوم بها إثيوبيا في هذا الاتجاه. إثيوبيا الآن اتجهت إلى تسليم مجلس الأمن خطاب يتعلق بتوضيح آخر المستجدات بحسب وجهة نظرها حيال ملف سد النهضة، ولكن السودان بالمقابل الآن ربما تكون لديه خطوة لتوضيح موقفه أيضا وتوضيح ما يرى أنه قد يشكل خطر عليه جراء الخطوة الإثيوبية المتوقعة في غضون الأشهر القادمة. فيما يتعلق بزيارة الرئيس الإريتري إلى الخرطوم، هل تحمل هذه الزيارة أي مقترحات؟ نعم، عادة اتسمت زيارات الرئيس الإريتري إلى الخرطوم في السنوات الماضية وفي الزيارات الماضية على أقل تقدير بأنها سرية ومضروبة حول سياج من عدم الكشف عن المعلومات، ولكن هذه الزيارة رشحت فيها معلومات أنه يأتي إلى السودان بغرضين. الغرض الأول تسوية العلاقات فيما بين السودان وإريتريا التي كانت قد شهدت في الفترة الماضية بعض التوتر الذي شابها جراء ما حدث على الحدود السودانية الإثيوبية في منطقة الفشقة، واتهام وزارة الخارجية لطرف ثالث بالوجود في هذه الأراضي، أراضي الفشقة، وحشود من طرف ثالث. وهنا تحدث مراقبون بأن تتبع لدولة إريتريا التي شاركت في حرب إقليم التيغراي، ولذلك هذا جانب. الجانب الآخر الذي تحدث عنه المراقبون وتحدثت عنه أيضا مصادر لنا في العربي أن
هذه الزيارة ربما تحمل أيضا مبادرة لحل المشكلة الحدودية فيما بين السودان وإثيوبيا في المقام الأول، ومحاولة تدليل الطرق الدبلوماسية فيما بين الدولتين لمعاودة النقاش حول إمكانية استئناف المفاوضات حول سد النهضة بشكل يرضي الطرفين. ولكن يبدو أن في مجملها ثنائية التوجه، باعتبار أن الطرف الثالث في سد النهضة القاهرة غائبة عن هذه المبادرة أو هذه الخطوة إن حدثت فعليا، وبالتالي هي لن تكون محل ترحيب في السودان، باعتبار أنه ينادي بحل ملزم للأطراف الثلاثة، بحيث يتم توضيح في هذا الحل توضيح الجوانب القانونية والجوانب الملزمة للأطراف الثلاثة وآلية فض النزاعات، وأيضا توضيح الموقف من معاهدات المياه السابقة. شكرا جزيلا لك شيبة الحمد عبد الرحمن، كنت معنا من الخرطوم. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن الجارديان. رئيس الاستخبارات السعودية الجنرال خالد الحميدان يزور دمشق ويلتقي نظيره السوري، وأيضا الصحيفة تشير نقلا عن مسؤول سعودي بأن هذه الزيارة كانت مقررة منذ مدة لكنها لم تحصل بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة. الآن إلى تطورات الشأن الأفغاني، حيث أعلنت القيادة الأمريكية المركزية تسليم قاعدة نيو أناتوك في ولاية هلمند إلى الجيش الأفغاني، بينما أكدت السلطات في كابل أن قوات الأمن تصدت لهجوم كبير شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد. وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس المحلي لإقليم هلمند أن طالبان شنت هجومها على عدة محاور واستهدفت نقاط تفتيش على مشارف عاصمة الإقليم وسيطرت على عدد منها. بدورها شنت قوات الأمن الأفغانية ضربات جوية ونشرت قوات خاصة في المنطقة، لكن القتال لا يزال مستمرا. تشتعل أفغانستان مجددا، تفجيرات وعشرات القتلى على امتداد جغرافيا البلاد. كل من يملك الرصاصة هناك ينقسم بين متهم أو ضحية. صوت الانفجارات في أفغانستان كما جرت العادة تتناسب بارتفاع أو انخفاض مع تحركات القوات الأمريكية على تلك الأرض أو تصريحات مسؤوليها ولو من آلاف الكيلومترات. الجيش الأمريكي يخرج من الباب الخلفي لقاعدة أنتونيك العسكرية في ولاية هلمند جنوبي البلاد، واضعا الأمانة بيد الحكومة الأفغانية. تشن قواتها الخاصة هجماتها على طالبان برسالة للحلفاء أنها أهل للثقة حتى مع انسحاب الجميع. يرتفع عداد الموت، فيخرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤكدا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات. حركة طالبان بدورها وجهت رسائلها النارية على عدة محاور في غرب البلاد وجنوبها بين إقليمي هلمند وهرات. يسرع المبعوث الأمريكي زلماي خليلزاد إلى أفغانستان ودول جوارها علّه يدفع بعملية السلام المحتضرة إلى غرفة إنعاش تنقذ بلاد الذهب والنار. من كابول ينضم إلينا مراسلنا جواد جوادي، ومن واشنطن مراسلنا زيد بنيامين. أبدأ معك جواد، هل ما تزال المعارك مستمرة بين القوات الأمنية الأفغانية ومقاتلي طالبان في إقليم هلمند؟ جواد تسمعني؟ طيب أنتقل إلى زيد. زيد، كيف تراقب واشنطن تطورات ما يجري في إقليم هلمند بالتزامن مع انسحاب قواتها من قاعدة نيو أنتونيك؟ نعم رويدة، أعتقد الولايات المتحدة تريد عبر البيان الذي أصدرته ربما قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية بالتأكيد على أنها تنسحب من أفغانستان وأنها ملتزمة بالمواعيد التي أطلقتها ببدء الانسحاب التدريجي في الأول من مايو. حسب البيان تم نقل نحو 60 حمولة من طائرة C-17 خارج أفغانستان وتدمير قطع أسلحة أخرى، بالإضافة إلى أنها قالت بأنه قد تم حتى الآن سحب 2-6% من القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان. القيادة المركزية تقول بأنها ستقوم أسبوعيا بتقديم حصيلة لانسحابها من هناك، في ربما هي إشارة لالتزامها بهذا الانسحاب، بالرغم من أنها يعني تحذر
من أنها سوف تقيم الوضع على الأرض بشأن الانسحاب الأمريكي، وستعلن الأرقام بناء على ما سيحدث على الأرض خلال الأسابيع المقبلة، كي لا ترسل رسالة إلى أعداء الولايات المتحدة بأن قواتها وصلت إلى مرحلة أو إلى حجم لا يمكن الدفاع أو لا يمكن أن تدافع عن نفسها في أفغانستان. نعم رويدة، شكرا جزيلا لك زيد بن يمين من واشنطن. ويبدو أن مراسلنا في كابول غير جاهز حتى الآن. أيضا الشكر لجواد جوادي إلى اليمن الآن، حيث شن الحوثيون هجمات عدة على مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية شمال محافظة مأرب وغربها. ووفق مصادر ميدانية فإن الهجمات استهدفت مواقع القوات الحكومية في صرواح والكسارة. بالتزامن نفذ طيران التحالف الذي تقوده السعودية عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين في جبهات القتال، في الوقت الذي لم تحقق فيه الجهود السياسية اختراقا لإحلال السلام. عاد بخفي حنين، بل جاء كذلك. هكذا وصف الحوثيون مجيء الوسيطين الأمريكي ليدر كينج والأممي مارتن جريفيث للقائهم في مسقط وعودتهما منها. فالمشاورات بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في اليمن تعثرت. ما يؤثر على موقف الطرف المعتدي على اليمن هي الميدان ومعطيات الميدان أكثر مما تؤثر فيها الدعوات. إلى الآن هو يطلق دعوات للسلام، لكن في حقيقة الأمر لم تترجم هذه الدعوات إلى واقع حتى نتعامل معها بإيجابية أو سلبية. الاستنفار يظل سيد الموقف في العشر الأواخر من شهر رمضان. معارك مأرب التي تدخل شهرها الرابع تزداد ضراوة يوما بعد آخر. جماعة الحوثي تستميت في تحقيق اختراق ميداني على جبهة المشجح للوصول إلى قلب المدينة الحيوية. المحادثات التي تحاول تجريها الأمم المتحدة في عمان أو غيرها من المناطق للخروج بحل، إنما بحل جزئية مأرب فقط. مأرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد جماعة أنصار الله، وهي مصرة كثيرا على إسقاط المحافظة، بينما المجتمع الدولي يحاول وضعها في حد الخطوط الحمراء. التصعيد الجوي الحوثي أيضا يزداد حدة. طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية تستهدف العمق السعودي بشكل شبه يومي، والتحالف يعلن تصديه لها، لكن الجماعة ما زالت تتوعد بالمزيد. الوصول إلى حل سياسي في اليمن صار مطلبا عاجلا، لكن مراقبين يرون أن ذلك لن ينجح سوى من خلال خفض حدة تصعيد النزاع تدريجيا والوصول إلى حل كلي للملفات السياسية والإنسانية كافة. نبيل اليسفي، العربي، صنعاء. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 22 ألف شخص تضرروا بسبب الفيضانات التي تجتاح اليمن منذ أواسط إبريل الماضي. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن 4 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة السيول المفاجئة في محافظة مأرب وسط البلاد. وقال مكتب الشؤون الإنسانية الأممي في بيان إن معظم المتضررين من الفيضانات والأمطار هم من النازحين. ووفق تقديرات دولية فإن عدد النازحين في اليمن يصل إلى 4 ملايين من أصل مجموع السكان البالغ عددهم 30 مليونا. استقبل اليمن نهاية الأسبوع الماضي أطنانا من اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال وأمراض أخرى، وسيتم توزيعها بإشراف وزارة الصحة على مختلف المحافظات اليمنية. يأتي هذا المجهود ضمن حملات مكافحة الأمراض والأوبئة التي يهدد الصراع بانتشارها من جديد بعد سنوات من إعلان التخلص منها. أكثر من 14 طناً من اللقاحات لتحصين صحة الأطفال استقبلها مطار صنعاء قبل أيام. شحنة اللقاحات هذه قدمتها منظمة رعاية الطفولة يونيسف كجزء من دعم حملات التطعيم الدورية. الشحنة التي وصلت مؤخراً نهاية الأسبوع الفائت كانت تحتوي على مجموعة من اللقاحات الروتينية بما فيها اللقاح الخماسي وكمية صغيرة من لقاح شلل الأطفال. هذه اللقاحات سيتم استخدامها في المراكز الصحية كجزء من حملات التحصين الروتينية.
مخازن وزارة الصحة بصنعاء هي الوجهة التالية لجميع شحنات اللقاحات. وجهة مؤقتة تتوزع منها عشرات الأطنان من اللقاحات إلى أكثر من 20 محافظة يمنية حتى في ظل الصراع الممتد لأكثر من 6 سنوات. حتى الآن وبالرغم الظروف التي مرينا بها لأكثر من 7 سنوات من حصار ومن ظروف صعبة جدا 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 نتيجة الحرب، لكن الحمد لله حتى الآن لم يحصل أي انقطاع في اللقاحات. منذ وصولها ومرورا بتخزينها وحتى توزيعها على المحافظات والمديريات، تتبع وزارة الصحة خطة وطنية تضمن تغطية الكميات لمختلف المحافظات وإلى جميع المستهدفين في عموم اليمن. هذه اللقاحات تصل بشكل روتيني، طبعا قضية طلبها وتوزيعها ووصولها والكميات التي تصل هي تأتي من خلال الخطة الوطنية التفصيلية لكل المرافق الصحية ولكل المديريات وحسب الفئة العمرية المستهدفة. اليمن كان قد أعلن خلوه من شر الأطفال وأمراض أخرى عام 2009، لكن الصراع المستمر يهدد بعودة تلك الأمراض في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد. استمرار الحرب لم يحل دون وصول اللقاحات إلى اليمن، فكميات كبيرة من اللقاحات الخاصة بشر الأطفال وأمراض أخرى تصل بشكل دوري إلى المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة لتجد بعد ذلك طريقها إلى مختلف المحافظات اليمنية بما فيها القريبة والبعيدة. خليل القاهري، العربي، صنعاء. استهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم قوات أمريكية في ثالث عملية من نوعها ضد قوات الولايات المتحدة في العراق في غضون 3 أيام. وكان هجوم مماثل بثلاثة صواريخ على الأقل استهدف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. وذكرت مصادر أن 3 صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة دون أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصر. ضياء، هل من تفاصيل حول هذا الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد؟ يعني توقعنا هناك صدور بيانات عن الهجوم الذي حدث يوم البارحة والذي وصف بالأعنف، خصوصا وأن الفصائل التي تبنت أو التي أعلنت عن استهداف قاعدة عين الأسد تحدثت عن استهدافها ب10 صواريخ، ثم قالت أن 1 الصواريخ سقط خارج القاعدة. بعد ذلك تم نشر صورة ثابتة ل7 منصات للصواريخ. بكل الأحوال هي قد تكون الأعنف منذ عدة أشهر. ما حصل اليوم هو صاروخي كاتيوشا استهدف قاعدة عين الأسد، ولا معلومات بتاتا عن سقوط خسائر لا مادية ولا أيضا بشرية. نعم، شكرا جزيلا لك ضياء الناصري، كنت معنا من بغداد. نبقى في العراق، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد مطلع الأسبوع الماضي الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص. وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا قال فيه إن السلطات أنهت توقيف وزير الصحة المستقيل للتحقيق على خلفية الحادث. وكان الكاظمي قد علق عمل التميمي بعد الحريق وحاله مع مسؤولين آخرين إلى التحقيق. انطلقت في بريطانيا اليوم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول 7 الكبار، ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجري بحضور مباشر من الوزراء منذ 2 عام، وذلك تحضيرا لقمة رؤساء الدول المنتظرة في يونيو حزيران المقبل، والتي يعول عليها لتنسيق المواقف بين الشركاء لمواجهة المخاطر. وجها لوجه ولأول مرة منذ 2 سنين يباشر وزراء خارجية مجموعة 7 اجتماعاتهم تحت وطأة بروتوكول صارم للوقاية من كورونا. جدول أعمال يجمع ملفات كثيرة ومتفرعة. في سلم الأولويات الأجندة الرسمية التي تذهب من التغير المناخي إلى الأمن الغذائي، فالتوزيع المنصف للقاحات المضادة لكورونا، وتخصيص ما يلزم من موارد لتعليم أوسع نطاقا للفتيات. أما البريطانيون وبمعية الشريك الأمريكي فيسعون إلى إنجاح رئاستهم الدورية لمجموعة 7. قوة اقتراحهم
ترتكز على دفع الشركاء لاعتماد رؤية جماعية لمواجهة المخاطر المتنامية التي تتربص بالأمن القومي، خاصة في واجهته الرقمية والإعلامية. في الاجتماعات الافتراضية لا مجال للقاءات الثنائية مثل الذي سأعقده بعد قليل. من هنا أهمية اجتماعنا الحضوري، فنحن نجلس من حول الطاولة ونتحدث مع بعضنا البعض ثنائيا أو جماعيا، وهذه هي الطريقة المثلى للخروج بأي إجماع. الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في لانكاستر هاوس وسط لندن يعد أيضا فرصة سانحة لتنسيق المواقف تجاه الملفات الساخنة من قضية ماينمار إلى مختلف بؤر النزاع عبر العالم. في كل الأحوال يظل انشغال المجتمعين منصبا على تحضير قمة السبع المنتظرة في 11 من حزيران يونيو المقبل، والتي ستكون فرصة بامتياز كما يقول البعض لاختبار المواقف وتنشيط دبلوماسية الحضور التي ركدت بسبب الجائحة. لأنه الاجتماع الأول منذ سنتين بحضور شخصي لوزراء خارجية مجموعة السبع، فقد ترك انطباعا بأنه قمة في حد ذاته قبل القمة الرسمية، ولأن البريطانيين وضعوا ثقلهم لتعبئة الشركاء في مواجهة ما يعدونها مخاطر متنامية ومحدقة بالديمقراطيات عبر العالم. كمال علواني، العربي، لانكاستر هاوس، لندن. العربي اليوم مستمر معكم، وفيه بعد الفاصل اشتراطات وتأكيدات. العربي في النقطة الفاصلة بين شرق ليبيا وغربها. انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي تجري بوساطة أمريكية وبرعاية أممية، بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر شهدت تصعيدا بالشروط بين الطرفين. وبحثت المفاوضات بحسب مراسل العربي في النقطة 29 من خط الحدود البحري التي يطالب بها لبنان ويعترض عليها الجانب الإسرائيلي. من نقطة رأس الناقورة الحدودية هذه خرج الوفد الإسرائيلي اليوم من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، منهيا هذا النهار من المشاورات والمباحثات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المفاوضات التي توقفت منذ أكثر من 6 أشهر بسبب ما أسمته إسرائيل بالتوجهات الصارمة من قبل لبنان، لكن وعلى ما يبدو وبحسب مصادر مطلعة على هذه المفاوضات فإن إسرائيل كانت متفائلة اليوم في استئناف هذه المفاوضات، وذلك تبعا للضغوط الأمريكية التي فعلت على لبنان بشأن عدم إيداع خط حدودي بحري جديد إلى الأمم المتحدة وسحب جميع الطلبات التي وصفت إسرائيليا بالصارمة، وهذا أيضا بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى. وفي المقابل وضعت على الطاولة اليوم بحسب مصادر مطلعة حلول جديدة لم تكن مقبولة على إسرائيل كالتحكيم الدولي وتشغيل شركات أجنبية في التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية الاقتصادية بين البلدين. أمير الخطيب، التلفزيون العربي، الحدود الإسرائيلية اللبنانية. اعتصم عدد من المعارضين اللبنانيين لمسار التفاوض مع إسرائيل متهمين المسؤولين في السلطة بالتفريط بالحقوق اللبنانية. وقال الرئيس السابق لرابطة الأساتذة الجامعيين عصام خليفي الذي دعا إلى التحرك إن اللبنانيين يؤيدون الإصرار على الخط 29 الذي حدده الجيش للبناء عليه في عملية التفاوض. وفي لبنان أيضا نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة رمزية بعد مرور 9 أشهر على الحادث أمام ميناء العاصمة، وقد استنكر المعتصمون عدم ظهور أي نتائج جدية للتحقيقات رغم تغير المحقق العدلي. وطلب الأهالي القاضي الجديد بعدم الخوف من السلطة اللبنانية والإسراع في زج المسؤولين عن الانفجار في السجون من دون تردد لكي تأخذ العدالة مجراها التي على أساسها يبدأ التغيير.
أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شمالي القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا في مداهمات في بلدتي عقربة وترمس عيا بالضفة الغربية المحتلة، وأغلقت العديد من الطرق بالحواجز والسواتر الترابية. ليلة أمنية في حي الشيخ جراح، قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على أبناء الحي، ومواجهات بين السكان وقوات الاحتلال لدى قمعها اعتصاما للسكان احتجاجا على مخطط التهجير المتربص بعدد من عائلات الحي. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد إصابة 10 فلسطينيين في عملية القمع الإسرائيلية بعد اعتدائها على العائلات وإلقائها قنابل الغاز واقتحام عدد من المنازل. تتذرع القوات الأمنية وسكان الحي يتمسكون بجدران بيوتهم، وقضاء الاحتلال يحاول تطويقهم بأحكامهم السالبة لحقهم في البقاء فيه. أيام قليلة قبل انتهاء مهلة أعطاها القضاء الإسرائيلي لأربع عائلات بعد إرجاء آخر جلسة للفصل في ترحيلهم من بيوتهم لصالح مستوطنين يدعون ملكيتها. حركة حماس وصفت ما تقوم به قوة الاحتلال في حي الشيخ جراح بالعمل الهمجي والممارسات العدوانية. يقول الناطق باسم الحركة إن مشاهد الاعتداء والترهيب للاحتلال ومستوطنيه في الحي ضد أهل المدينة ومحاولة طردهم ومصادرة بيوتهم تتطلب تصعيد المواجهة مع الاحتلال وتعزيز صمود المقدسيين هناك لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي. لا تتوقف الممارسات الإسرائيلية عند حي الشيخ جراح، امتدت أيضا إلى بلدة عقربة في محافظة نابلس وترمس عيا في رام الله. جرى هناك اعتقال نحو 20 فلسطينيا يشتبه في تنفيذهم عملية حاجز زعتراء قبل أيام. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن صفقة بيع 30 طائرة رافال إلى مصر ستساعد على الحفاظ على 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات. وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أعلنت التعاقد على شراء الطائرات الفرنسية في صفقة ستمول بقرض تصل مدته في حدها الأدنى إلى 10 سنوات. تلك كانت مصافحة صفقات مؤجلة حسمت فاتورتها على الأراضي الفرنسية لتصل بضاعتها إلى السماء المصرية. الحكومتان توقعان عقد شراء 30 طائرة من طراز رافال بين القوات المسلحة المصرية وشركة داسو الفرنسية بقيمة قاربت 4 مليارات يورو. أبرمت في 26 من أبريل الماضي وسيبدأ تنفيذها يونيو المقبل، يؤكد ناطق رسمي باسم القوات المصرية. وفي بيان رسمي تقول القوات أن الشراء جاء لتطوير قوى الدولة وتنميتها. لرافال قدرات قتالية عالية ومتعددة وتتميز بمنظومة حرب إلكترونية، يوضح البيان. موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي كشف عن أن الصفقة ستمول بقرض وضمان حكومي فرنسي قد يصل سداده إلى 10 سنوات، وهو ما أكده المتحدث المصري. الموقع يقول أيضا إن الصفقة شملت صواريخ وعتاد دفاع بقيمة 200 مليوني يورو أخرى. ليس بذخا من مصر أن تجدد العقود القديمة وتشتري الآن 30 طائرة. من يراقب في الداخل يقول إن البلاد تواجه جماعات مسلحة شمالية شبه جزيرة سيناء، وفي الخارج تجاور مصر ليبيا التي تعاني الحرب منذ سنوات. لا تزال جماعات مسلحة تناور في أراضيها وتصحف قوى أجنبية هناك باتجاه مياه الشرق الأوسط. هناك تلتقي المخاوف الفرنسية المصرية وتتقارب النوايا الدفاعية. ليست بعيدة إثيوبيا وتشاد أيضا، تلك التي تناور فيها جماعات مسلحة أخرى تهز أرض المنطقة بين حين وآخر. زبون قديم القاهرة لدى باريس في سوقها للأسلحة، كانت أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في العام 2015، وواردات مصر من الأسلحة الفرنسية كانت قد نهزت قرابة المليارات 8 من اليورو بين 2010 و2019 في تلك الزيارة الأخيرة من ديسمبر الماضي. أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان. الخطوط العريضة للصفقة الفرنسية المصرية المتعلقة بطائرات رافال نتابعها في العرض التالي.
ذكرت وسائل أعلام تركية أن وفدا من بلادها يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة منذ 2013 لبحث العلاقات الثنائية. وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن الزيارة قد تسفر عن تعاون متجدد وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. وفي وقت سابق كان قد أعرب وزير التجارة التركي محمد موش عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر توازيا مع العلاقات الدبلوماسية. وتناقش الزميلة نجلاء أبو مرعي في برنامج الخبر البقية الذي يأتيكم على رأس الساعة معاني ومآلات وانعكاسات التقارب المصري التركي. أحال المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا يانكوبيتش مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي بعد إتمام اللجنة القانونية صياغتها. ومن المرتقب أن يدعو كوبيتش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي بعد عطلة عيد الفطر كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية. أكد الناطق باسم غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة للتلفزيون العربي أنه لن يفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب في ليبيا إلا إذا تحققت الشروط اللازمة ومن ضمنها إخراج المرتزقة من البلاد. ومع استمرار قطع الطريق رغم كل الجهود المحلية والدولية من أجل إنهاء هذا الوضع، تتزايد المخاوف من اشتعال فتيل التوتر بين الأطراف الليبية من جديد وعودة شبح الانقسام إلى البلاد. فتح الطريق الساحلي أزمة تلقي بعبء كبير على السلطة التنفيذية الجديدة، سلطة تحاول المضي على طريق الحل السياسي، لكن استمرار إغلاق هذا الطريق ينذر باشتعال فتيل التوتر بين الأطراف الليبية. فبالرغم من تعهد اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية من جهة وعسكريين تابعين لخليفة حفتر من جهة أخرى بفتح الطريق الرابط بين مصرة والسرت فور نزع الألغام، لا يزال الملف معلقا حتى الآن وسط مطالبات شعبية بضرورة إبعاد المرتزقة والمقاتلين لتسريع عملية إعادة ربط شطري البلاد. إن شاء الله تنفتح الطريق بين الشرق والغرب ويسهل حتى حركة السير، لكن الكلام هذا ما قروش إحنا، قروه الغرفة قروها كذا إذا كان فيه مرتزقة وفي جنجويد وفي هروس. مشكلة هذه ما بيفتح لهم الطريق، قاعدين أولادنا قاعدين في التبات وفي التغرات وخايفين لولاها مران في مصرات وفي الغرب وفي كذا. غرفة العملية العسكرية سرت الجفرة دعت بدورها إلى سحب المرتزقة قبل فتح الطريق. الغرفة أشارت إلى وجود معرقلين لإتمام هذه الخطوة التي ينتظرها الليبيون للتخفيف من أزماتهم المعيشية. حياة معيشية صعبة جدا، أوضاع إنسانية مأساوية يعيش أهلنا في الشرق الليبي وبالأخص في مدينة سرت والجفرة، ونبوا نفتح الطريق ولكن بكل أسف ميليشيات الكرامة رافضة لحد الآن تنفيذ بنود الاتفاق اللي وقعت عليه. ويمثل فتح الطريق الساحلي ركيزة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بل ويسهم في سير العملية السياسية والأمنية بطريقة سلسة برأي خبراء. فتح الطريق الساحلي هذا الذي يربط بين شرق البلاد وغربها بات يمثل حجر عثرة في وجه استكمال عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية برأي مراقبين. فعدم تحقيق أي تقدم بشأن استئناف حركة العبور هنا بات يعزز المخاوف من انهيار الاستقرار السياسي وعودة شبح الحرب إلى واجهة الأحداث في ليبيا من جديد. عبد الناصر خالد، العربي، من منطقة بويرات الحسون شرق مدينة مصراتة.
صادق البرلمان التونسي بالقراءة الثانية على تعديل قانون المحكمة الدستورية بعد رفضه من قبل الرئيس قيس سعيد. وكانت الجلسة العامة للبرلمان مخصصة للنظر في رد رئيس الجمهورية على مشروع القانون رقم 50 والمتعلق بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. وقد أثارت مسألة تعديل قانون المحكمة الدستورية جدلا واسعا، وهذا ما عمق الخلافات بين رئاسة الجمهورية والبرلمان. ينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، كان من المفترض أن تستمر هذه الجلسة لأكثر من يوم، ما الذي حدث وتم المصادقة على مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية بهذه السرعة؟ سببان أساسا ريما. السبب الأول هو الإجراءات الاستثنائية التي أقرها مجلس نواب الشعب خلال الفترة الماضية للتوقي من انتشار فيروس كورونا في البلاد، خاصة البلاد تشهد الموجة الثالثة من انتشار الفيروس. السبب الثاني هو اللوبيينغ إن صح التعبير الذي قامت به الكتل البرلمانية للحزام الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد رد الرئيس قيس سعيد لمشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية للبرلمان في قراءة ثانية. للتذكير فأنه البرلمان التونسي صادق على نفس هذا القانون بحذافيره بتاريخ 25 مارس أذار الماضي، في مطلع إبريل نيسان الماضي رد رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا القانون مع جملة من الأسانيد الدستورية والسياسية للبرلمان في قراءة ثانية، واليوم بأغلبية 134 صوتا البرلمان يصوت من جديد على نفس هذا القانون دون زيادة أو نقصان، دون أي تعديل. هو ذاته القانون الذي رده الرئيس التونسي. المتابعون هنا في تونس يقولون أنه على رئيس الجمهورية أن يلتقط هذه الرسالة، ورسالة الكتل الداعمة للكتل المحسوبة على الحزام الحكومي أنه نحن نريد المضي قدما في الاستقرار السياسي، نريد تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة، وبالتالي على مؤسسة رئاسة الجمهورية أن تلتقط جيدا هذه الإشارة. ولكن خليل، وفق الدستور هل يحق عدد من الأصوات؟ نعم نعم. وفق الدستور هل يحق للرئيس قيس سعيد أن يرد المشروع من جديد، أو هذا القانون الذي أساسا تم التصديق عليه من جديد؟ مبدئيا ريما، ليس للرئيس التونسي إلا أن يختم هذا الدستور، خاصة أنه استوفى حقه في الطعن في هذا القانون وفي رده إلى مجلس نواب الشعب في لقراءة ثانية. المجلس صوت عليه بالنصاب المطلوب، بالعدد المطلوب، وبالتالي مبدئيا ليس للرئيس التونسي إلا أن يختم هذا القانون، لأنه يعني يبدو أن الرئيس قيس سعيد رأي آخر، خاصة أنه في الفترة الماضية عبر عن جملة من المواقف عمادها أن هذه المحكمة الدستورية برمتها عملية التصويت عليها الآن، وكذلك التصويت على تعديل القانون الخاص بها، كل هذا المسار برمته هو مسار غير دستوري، وبالتالي كان بالرئيس قيس سعيد، وهذا ما فهم على الأقل هنا في تونس، وهذا ما يتداول بقوة، أن الرئيس قيس سعيد غير معني بختم هذا القانون حتى في صورة إقراره من البرلمان، وهو ما حصل اليوم. نعم. وكذلك هو غير معني بكل هذا المسار، بمسار إقرار المحكمة الدستورية، وهو يعتبر وفق ما فهم منه بشكل من الأشكال أن هذا المسار برمته بعد انقضاء الأجال التي حددها دستور 2014، كل هذا المسار هو مسار غير دستوري. شكرا جزيلا لك خليل كلاعي، كنت معنا من تونس. بدأ مجلس الأعيان الأردني اليوم لقاء موسعا في مبنى مجلس الأمة لمناقشة قوانين الإصلاح السياسي، وانطلقت الفعالية التي يقودها رئيس المجلس فيصل الفايز، وتستمر لمدة 5 أيام بمشاركة ممثلين لأحزاب ومنظمات من المجتمع المدني وعدد من النقابيين والنواب. بعد أعوام من التغييب يعود ملف الإصلاح السياسي إلى الواجهة في الأردن. مجلس الأعيان، الغرفة الأولى في البرلمان الأردني، يطلق حوارا وطنيا لمراجعة قوانين الإصلاح السياسي كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية. حوار يأتي بعد مطالبات بإلغاء نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب ودعم التعددية الحزبية في البلاد. مثل ما قال جلالة سيدنا، أن تكون الكتل النيابية نواة للأحزاب،
ولكن المطلوب من الأحزاب بعد الدمج أو تشكيل تيارات هو التحضير من الآن للانتخابات القادمة، أن قانون الانتخاب سيعدل. إشارة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة مراجعة هذه القوانين مهدت الطريق لنقاش وطني يخرج الحياة السياسية الأردنية بحسب دوائر حزبية من حوار شكلي إلى حوار يفضي إلى إعادة تنظيم الفضاء السياسي في البلاد، تنظيم يمر عبر تفعيل العمل السياسي بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب والمجتمع المدني في رسم السياسات وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي. لا يمكن اليوم بكل بالأساليب السابقة، لا بأشكال الحوار السابقة الشكلية التي كانت تجري والتعديلات المحدودة التي تجري، يمكن أن اليوم أن تجدي في واقع الأردن الصعب إلا اليوم وجبة عميقة سياسية تعيد إنتاج وتنتج حكومات برلمانية حقيقية. ويرى مراقبون أن التشريعات المنظمة للعمل السياسي الحالية في الأردن ستظل عاجزة عن تحقيق نقلة نوعية متقدمة في عملية الإصلاح المطلوبة في المئوية الثانية من عمر الدولة في حال غياب إرادة حقيقية للإصلاح. بصورة مفاجئة تحركت نقاشات الإصلاح السياسي في الأردن، نقاشات تم التوافق في يومها الأول على ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة، لكن شكوكا ما زالت تدور حول جدية المضي في تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع. ليث جبور العربي، مجلس الأعيان، عمان. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرفع عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى نحو 62 ألفا في خطوة رحبت بها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ووصفتها بتصحيح المسار. يأتي هذا التغيير بعد انتقادات لاذعة تعرض لها بايدن من جانب حلفائه بسبب قراره السابق الإبقاء على القيود التي وضعت في عهد سلفه ترامب. كثير من الأحلام تتحطم أو تؤجل هنا على أمل أن تفتح بوابات الحدود الأمريكية. ينتظر الباحثون حياة أفضل بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر، يترقبون مصيرهم، إما أن يسمح لهم العبور أو تصد الأبواب في وجوههم. الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرر رفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62 ألفا. معاملة اللاجئين جزء مهم من مكانتنا في العالم، يقول بايدن، ويلوم سلفه على نظام هجرة مفكك وغير عملي. قبل أسبوعين نبرة الرئيس الأمريكي كانت مختلفة، إذ قرر الإبقاء على القيود المفروضة على أعداد اللاجئين في عهد ترامب والتي بلغت 15 ألفا. الذريعة هي إصلاح ما أفسده الرئيس السابق وإعادة هيكلة نظام الهجرة. انهالت الانتقادات على بايدن حينها من كل حدب وصوب. بعض الديمقراطيين مثل السيناتور ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وصفت الحد الأدنى للاجئين بأنه عنصري ومعاد للأجانب. منظمة الإغاثة العالمية من جهتها رفضت قرار بايدن واعتبرته حسابا سياسيا بحتا. تقلب سياسة بايدن أرغم المئات من اللاجئين الذين سمح لهم بالسفر على إلغاء رحلاتهم. عودة الرئيس الأمريكي عن قراره السابق لاقت ترحيبا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ومجموعات اللاجئين، إضافة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. في عهد ترامب بني جدار على طول الحدود مع المكسيك، ووضع أطفال المهاجرين في أقفاص، مشاهد هاجمها الديمقراطيون ومن بينهم جو بايدن. قطع وعودا خلال حملته الانتخابية وسيذكر بها في كل مرة يتلكأ في تطبيقها. أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام قوات الأمن القوى المفرطة في كولومبيا خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على مشروع قانون يقضي بزيادة الضرائب. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في 28 من الشهر الماضي إلى 20 شخصا على الأقل. شوارع كولومبيا هكذا باتت بعد أيام من المظاهرات والعنف. الاحتجاجات المتواصلة أدت إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين. المئات اعتقلتهم السلطات أيضا.
المظاهرات اندلعت على خلفية مشروع إصلاح ضريبي قدمته الحكومة اليمينية، واستمرت المظاهرات لم يوقفها سحب الرئيس إيفان دوكي مسودة مشروع القانون من البرلمان. متظاهرون رفعوا سقف مطالبهم داعين إلى استقالة الرئيس. الهدف من الاحتجاج هو تنحي الرئيس، نريده أن يتنحى. ألا تكفي الدماء المسفوكة في كالي وعموم البلاد لرحيله؟ الرئيس في المقابل اتهم المتظاهرين بالعنف وقال إنه سيواجه الأمر بحزم. هذه أعمال إجرامية، الدولة موجودة والقانون، ويتعين على نظام العدالة ومكتب المدعي العام أيضا أداء دورهما كما فعلوا دائما. للأمم المتحدة رأي آخر، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان أدانت استخدام الشرطة القوة المفرطة، بينما كان الاتحاد الأوروبي أكثر حذرا، يتحدث عن عنف متبادل رغم الإدانة الصريحة لقتل المتظاهرين. إننا نتابع عن كثب ما يجري في كولومبيا وما نراه مصدر قلق. يدين الاتحاد الأوروبي أعمال العنف التي تلوث الحقوق المشروعة في الاحتجاج وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية، وبالطريقة نفسها ندين مقتل جميع الأشخاص خلال تلك الاحتجاجات. مشهد المظاهرات والعنف يتكرر في كولومبيا، إذ كانت في العام الماضي كثيفة ومتكررة خصوصا في الربع الأخير منه. وفي ظل حكم اليمين يبدو أن اليسار يقوم بدوره المعارض كذلك. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 70 بجروح في العاصمة المكسيكية مكسيكو إثر انهيار جسر مترو معلق أثناء مرور قطار عليه. الحادث وقع قرب محطة أوليفوس جنوبي العاصمة، ويتابع عشرات رجال الإطفاء والمسعفين العمل على إنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية. سجلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتتجاوز الأعداد الإجمالية عتبة 20 مليونا. وحذرت إدارات محلية في عدد من الولايات في الهند من عدم كفاية الأكسجين وكذلك اللقاحات المتاحة لديها. وفي فرنسا تتجه المطاعم والفنادق إلى العودة تدريجيا من خلال فتح الفضاءات العامة أمام الجمهور بعد عام من الإغلاق والحظر، لكن هذه العودة تبدو محفوفة بالمخاطر بسبب فقدان اليد العاملة. مع بدء العد التنازلي للفتح التدريجي لفضاءات المطاعم والمقاهي والفنادق في فرنسا، تحذيرات حثيثة لعودة النشاط بعد عام من الإغلاق الإجباري بسبب وباء كورونا. غير أن ما يخشاه أرباب العمل في قطاع المطاعم والمقاهي هو فقدان موظفيهم الذين فرضت عليهم البطالة الإجبارية، ما جعل البعض منهم يفكر في هجران القطاع. سنفتقد بين 60 إلى 100 ألف عامل مع الافتتاح التدريجي، علما أننا سنفتقر كل عام ل 100 ألف عامل، وعليه فإن القطاع سيعرف نزيفا في الوظائف. وإذا كانت خشية الشيف ألان فونتان مشروعة من عدم تعافي قطاع المطاعم والفنادق سريعا بسبب فقدان اليد العاملة، قياسا إلى الأرقام التي تنشرها نقابات العمال ودوائر الإحصاء، فإن بعض أرباب العمل وفي عملية استشرافية وضعوا خطة استباقية للإبقاء على موظفيهم. فقدان اليد العاملة أمر مقلق جدا لأرباب العمل، لكن نحن في مؤسستنا العريقة لدينا عمال ومتعاونون كثر، ولقد حرصنا على مرافقتهم طوال هذه المدة من الإغلاق. في هذا الوضع الاقتصادي الموسوم بالضبابية، يبقى قطاع المطاعم والفنادق والمقاهي أسير كل الاحتمالات والفرضيات، ما لم تتضح الرؤية بالنسبة لعملية التلقيح الشاملة التي لن تتم إلا خلال شهرين أو ثلاثة. أنظار الفرنسيين تتجه إلى منتصف مايو الجاري إذن لولوج فضاءات المطاعم الخارجية وتجديد العلاقة مع عادات وسلوكيات هجروها منذ انتشار الجائحة، إذ كان مجرد التفكير طوال مدة الإغلاق في تناول غذاء أو عشاء في مطعم ضربا من الأحلام. شوقي أمين، العربي، باريس.
أقيم في العاصمة الإيطالية روما معرضا بعنوان نابليون وأسطورة روما، تتمحور فكرته بشأن تقديم الإمبراطور الفرنسي وريثا للإمبراطورية الرومانية. وقال منظمو المعرض إن نابليون لم يكن لديه الوقت للمجيء إلى روما، بل كان مشغولا بحملاته العسكرية وبناء الدولة الفرنسية، لكن كان سكان المدينة ينتظرونه وريثا لأمجاد الإمبراطورية الرومانية. انفصال بيل وميليندا غيتس قد يكون الانفصال الأغلى في العالم. قصتنا الأخيرة من منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامج الخبر البقية مع الزميلة نجلاء أبو مرعي. شكرا لك.